على النبي. الله اكبر، ده خير بلدنا يا محمد يا ناصر يا معتز يا مطر، ده صنعه في مصر يا امير قطر انت واردوغان. انا بقى طالب وزير التربيه والتعليم ووزير التعليم العالي ووزير الشباب، اعملوا رحلات لشبابنا واطفالنا يجوا يشوفوا الملحمه اللي موجوده، نزلوهم على المشروعات القوميه عشان يشوفوا احنا لما جينا شفنا على الطبيعه خلافنا مكان بيتزاع ملحمة غير طبيعية، شغل وطني، ناس وطنيين، شعب مصر بيشتغل، كوادر ما شاء الله بيتم تجهيزها على أعلى مستوى، هو ده المنتج، دي أسماك مصرية مش مستوردة، هو ده الاكتفاء الذاتي اللي احنا بنحاول نعمله للشعب المصري، هي دي بحيرة غليون، ده هم قالوا لك إن هي مش موجودة، المنطقة موجودة في الصين، والله موجودة في كفر الشيخ. ونطالب السيد رئيس الجمهورية بتعميم صنعة في مصر، عايزين يبقى عام 2019 كل المنتجات المصرية، القطن المصري والقمح المصري والغذاء المصري صنعة في مصر. يا جزيرة ابعت الكاميرات بتاعتك وتيجي تصور، تيجي تشوف بدل ما انتوا النهارده شغالين، تعالى بقى نشوف خيرات ربنا خير مصر. الله اكبر، حسوة في عين ما يصلي على النبي. الله اكبر، حسوة في عين اللي ما يصلي على النبي. ده هو خيرك يا شعب مصر.